السلام عليكم. في موقع جميل اسمه كاتب، موقع بالعربي، تقدر تخليه يساعدك في كتابة مقال، تقدر يساعدك في كتابة مثلا إعلان، يعني أنت تعمل إشعار بتاع موقعك، وصف المنتج معين، ممكن نص معين تخليه يعمل إعادة صياغة ليه، يكتب وصف للفيديوهات. طيب خلينا نجرب وصف الفيديوهات. طيب هتكتب بقى البراند بتاعك مثلا، وليكن مثلا الكاتب، مثلا فكرة الفيديو، مثلا موقع لكتابة المقالات بالذكاء الصناعي. تمام، رواد الأعمال الباحثون. تمام، وتديله بقى ايه، احصل على اقتراح. انت هنا بتحدد عدد الاقتراحات اللي انت عايزها، وبتحدد هنا اللغة. تمام، بدأ يكتب لك الحاجة. طبعا انت مش بتاخد الكلام زي ما هو، لا، بتبدأ ان انت تعمل اعادة صياغة ليه، وتقدر من هنا تقول له تدقيق لغوي، فلو في اي مشاكل ان هو يبدأ ان هو يتعامل معاها، وتيجي هنا وتبدأ تشوف ايه الكلمة اللي انت عايز تعيد لها. طيب في برضه خاصية جميلة اللي هي تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي. طيب ممكن نقول له مثلا انا عايز ايه، مثلا كلب في الفضاء، وتقول له تصميم الصورة، فبيبدأ يديك اقتراحات، تبدأ تختار أحسن واحد فيهم أنت عايزها. ففعلا بدأت تظهر معانا الصور بالشكل ده. فموقع جميل الصراحة، ولجنة اللغة بالعربي، فتقدر إن أنت تعمل مقالات أو تعمل إعادة صياغة للمقالات أو تستفاد من الخدمات بتاعته بالعربي بشكل جميل. مساعدك الذكي تقدر ان انت يساعدك. فكرة المحتوى، عايز مثلا قصة عن أطفال مثلا في الغابة، وهكذا. أسلوب صياغة المحتوى، المخاطب أو المتكلم، وتقول له يكتب، فكتب المقالة بشكل جميل.